إنه الوداع الأخير، لكنها ليست الدمعة الأخيرة لوالدة الطفل محمد الذي ارتقى شهيدا بعد رصاصة اخترقت قلبه الصغير على حدود قطاع غزة الشرقية. ودعا محمد أمه مغادرا إلى ربه، ليبقى الحزن وحده محاطا بها. الرصاص متفجر، ابني أنا مريض وفي قلبه الرصاص متفجر. طب هو طفل مش عامل إشي، والطفل الشوكه بتوزه وبتوجعه. طفل يعني ما بيستاهلش حمل الرصاص هذا لايش؟ فاجساد الاطفال في غزه باتت هدفا لقناصه جيش الاحتلال. هذا لؤي اصبح الالم جزءا من حياته بعد ان اصيب بقنبله غاز في ساقه اليسرى ادت الى تفتت في عظامه. لما تشوف اي طفل تستهدفه بشكل مباشر، وهي متعمدة لاستهداف الأطفال، ونقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن مستمرون حتى تحرير أقصانا ومصرانا. وعلى سرير مقابل يرقد هشام منذ أسبوع بعد نزيف داخلي أصابه وكسور في الجمجمة إثر إصابته بقنبلة غاز مباشرة بعد محاصرته ومجموعة من الشبان على الحدود الغربية الشمالية. بيستهدف الأصغار كلهم بأطفال كلهم، بصير أخو فيهم تشوهات في الرجلين في الرأس، اللي بيستشهد واللي بتصاب. 34 طفلا قضوا شهداء وأصيب 4000 آخرين على حدود قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في 30 من مارس الماضي. لا تترك هذه الإصابات آثارها على أجساد الأطفال فقط، إنما ولدت الصدمات النفسية لديهم، خاصة مع عدم توفر العلاج في كثير من الحالات. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.